بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحكب الله بين آيات التضبار إلى آيات أفرية التضبار سورة النساء سورة النساء هواك حقوق ضاري انت بدن إما لبدن كالشيقي كبدن أبوانته يدعانتك وحيسان لكن مهرك إذين قبن هدي إذا الحق هذا السينين إسكت دايوم ما ضاب الله من النساء وهي هواك أتكه شانو هذه شيسان ما هجبرنا إلا قصبة يومها وجبرنا هذه شيسان يكون تقول كن وضاقه وحل قال الله تحرى عمل بالمثل قبله أنت بنا وحي تحجل يعني سمعة قف كليه قف كنا دافديس هي سمعة ديس هي دقن كيسة أنت بنا تحجل يعني قبله فقلوا تحجل يا قروح لي حاجة قبر ساقدة وحلقة يا ما قروح بدن إنه فرسده بس هواك عقوق ده السيدة صلى الله شعري هواك مهركو ده هدي واحد كسيا أما كل جيبه إذن سيا هو في عيه واحد بعطاء ماله هدي أي نبيك إذا قعدت كسارين ويكاع في يا وحي هي وين جرنايا حدي سيئة سيد يا وين جرنايا الله حوليه للرجال نصيب للرجال فقو حاوسنا ذي نصيب قيب أما السد مما كيب السد كليه ترك الوالدان أبي هو يكثقا يو الأغربون قرابة ولا لها إيو أذيث هذا يكو النعاس وللنساء هوين كانوا حاوسنا ذي نصيب السد باوسنا ذي قيب قرؤه مما كي ترك أي كثقا الوالدان اللي بدأ والد iyo wala qaraabuna qaraabada ay ka tageen mimma kibay qayb kulayeen ragii iyo dumar kuba qalla yar oo minhu maalka kamida aw ka sura ama badan nasiima sadwa iyo mahruuta loo waajib yelo lagu aamiyay ayadu ximaysha ka saaraysa jahiligi ragga kaliyo bay siinaya dhalka arruurti yahay waan kama siin jirin qof aan dagaal galeynin oo seefta isu dhigeynin waxba ma siinayna dhigi jireen waxaasi ma iska saar xagga iyo dumar baa u isbeeyay dhalka hooyadood iyo aabahood iyo qaraabadooda kale waxa loogu kala badiyayna wax xikmad weyn lihi jaali xagga waxa u sugnaday nasiibun sad ama qayb mimma ki ay qayb ku leeyeen tarakal waalidani abii hooyo ka tageen iyo wal qaraabuna qaraabadu ka tageen wali nisaay haweenkana nasiibun sad bay ku leeyeen مما كي ترك الوالدان أبي هو يكتغن يوال خربون قرابة كالي ايسلح للهاية مما شاي بيسد كليه قل يرؤ منه مالك اللغتغي أو كثر أما بدا نصيبا قيب ومفروضا لواجبية وإذا حضر القسمة قيب تمرك سوى حاضرا أولو القرباء تبقى رابة أصحيبك لكن لحلك أم أحكولها يوال متاما أقومه والمساكين ضد وحمايس ياشا فرزقوهم كأرزاق من حقيس كأرزاق أو حكسيا ماشان ديدتك أي حوليسا كلن ولا ينبع صورة قال إنو يهي مركز روحه ولا نحل يميحه ولا لغو قايم إنو حوغي لياسي وشاه مالتها لقبحيه ولا ربا وقولوا أنها لهم إياك قولا قول معروفا وناكسانا ولا لهد إنتم بكبسوها قاكتين إنت على إسكالاتك ولا ديهو dibaato loo geysan mahla aanana mahay maxad meesha u timideen dadii maay qaraabada la sheegay waa kuwa aan dhalka waxba ku lahayn iyo agoonti iyo masaakiinta aan waxba haysanine dar alla meesha u yimid way waada hadal qismata qaybta marku soo haadiro ulul qurba qaraabada ka u saaxiibka ah dadka u saaxiibka iyo walay taama agoomaha iyo wal masaakiin oo masaakiinta wax haysanin farjiquhum arzaqa uquudiyya منهم مالك ماشى يا لك قوديا وقولوا أده لهم يا قول قول معروفه ونكثنه على أننا أسود ويا وقنعية مكادي أملاهم هي قبل كنا بيرد حلقو قريب إن اللي هلا يا إلى ماها أنا مبرنا هدوت شرنا مبرنا مك واحد عروت إياه قلت وي ما تين بمال ولا يخشى حبقين الذين كوي لو تركوا هذا كتجان من خلفهم جناشودا تريه العفور دعافنا خبر درن
خافوا عليهم أو عبسان لها فليتقوا الله الله كبقينا سوى ناكسا وحوا مامولين وليقولوا هاي لهذين قولا قول سديدا رطوسا آيادوا لبا معنى تلمام يسيروا روحا عرورتا أغانتا عرورتا أغانتا حولها إذا قعانتا كوهيا وحلالي هاي هذه مركات لمطوه إن عرورتا أي ضعيفتا هايو للظلمية مرهدادا دونين هذا كبق يسوب المثل عرور ضعيفه ورما الله ظلمية أدلية هاي مركات لمطوه عرورتا قعانتا كوهي سؤد ذال وهكذا ما شاء الله هيا قفك الدردار ما يأدمانين هذا سحن الدردار ما و dadkii warasadaha qayb kamida uu wax gaar ah siiyo ama qayb kamida wuxoodi uu u diido dardaarkii hadda uu si xun u dardaarmo ruuxa la joogo alla ka baqo ruuxa la jooga ee haduu caruur ka tagi laha u baqi lahaayo ninka la hadlo waan oo toosi weyn waliya taqullaahu hadda bal mathal aduu iska soo qaado adoo dhintay caruurtaad ka tagtay hadaan u baqi lahaydo inay dhibaato la kulmaan aad ka yaaban tahay haddan talada hagaajiyo ninkan dardaar ma yeeso sida xulu dardaar ma waani warsadan hayeelina sidana sharci ma ahe dadka warasada u shindeen wali yahshaha ka baqaan alladina kuwa law tarakuu haday ka tagaan kuba qadaro weeye min khafihim dalashooda zuriyatan aruf li'afan tabaddar khafu u absan laha calimtu soo yani hadii ay dhintaan aruurtooda inay wax la kulmaan ba ka yaabanay ka yaaban yihiin فليتق الله لك كبقينو الروس نغونتي غعنت او هيا كو هيا هودداله اسلام اركان نينكا سيده خن ودردار ميا ورسيدن كجوغ هيدا هدا وليقولوا هيدا هدا قول قول سديدن وتوسنو قول كتوسن وام حي نينكا وصياده دردار ميا اي قلوعين يا لوانين ان الذين كو ياكلون عنا اموال اليتامى اغونت خولهد عنا ظلم غردره كعنا إنما يأكلون ويعنون في بطونهم على صوت ويكرهن نار النار بكرهن وسيصلون ويقلي الدونة سعير النار هو ليس قلي الدونة أقول تعالى النبي وحجري قيامة سوى على شيء سكر يسوع يلا صوص عليه سوى على شيء سكر يسوع يلا صوص على واحد يسعي حول آية دانو تسينك ويدي وحده وقويه فالآية ذا أخذ بود هو على صوت كر يسوع ما كان أقول تعالى sida loo malo amalo way ino ognahayo ninkii ka maarmay kare agoon xoolad gacanta ku ayuuna taaban ki aan ka maarmay karin oo gaajaysan si caadi ah wax uga cuno hadii agoontii aad gacanta ku haysaan inaad isku dhaxdarmataan wax dhiba male hadaan aad iyaga dilaalay inaad wax ka doonayn inaad wax wada cuntaan wax dhibaato ama inna ladina ku yaakuluna cunah amwaalal yataama agoonta xoolaheen ظلما قدرها وعنا إنما يأكلون ويعنا في بطونهم على شهد ويكرهن نار النار بكرهن ويسيسلون ويقليا سعيرا بقليا يسيكم الله ألا وإذين دردار من في أولادكم في حق أولادكم عروتين حقا بركات عرور ليدهين ودمان إنسان هاو كالبرين للذكر كالبو حرصنا ذي مثل حظ الأنثيين لبدت دافتوت بأسغناتين فإن كنا النساء انتمر ميدان هديهين أو فوق اثنتين لبا كسر رأي فلهن وحاوسنا الثلثاء ما ترك وحوكتك السدح ميلون لبا آيادا يا آيادا سوسع تولكم يا آيادا دنبا سورة أي كل ماتو وفن دنبا لغسمي وفرائده marka la wuxuu ino dardaarmay oo muuminiintooda lagu la hadlayo caruurtooda inay xaqooda siiyaan oo ayna ka difaacino ayna suxun uga dardaarmin oo dadka qaraabada iyo caruurta agoonta ah inay u dadaalaan marka qofku haduu caruur fara badan ka tago wiilal iyo gabdho isku jira wiilkiin iyo gabadhu wiilku laba gabdhood buu la mid yahay waxaana sidaa loo leeyahay gabadha dhinac kale looga miqaana galino iyada waa la masruufi oo waa la dhaqaaleyn oo dhinaca ninkan xilki oo dhan ba saaran jihaadkii kowde sheekhi oo dhan waxa la wixii xil ba saaran marka waa qasab in isaga loo badiyo oo gacan la siiyo haday gabdhahaasi ka sareeyaan labo haday gabdhahaasi laba ka sareeyaan waxay qaadanayaan suluusa ma tarag wixii uu ka tagay saddex meelood laba in kaanad waahidatan mid kaliya haday tahayna
فلها نسو نسبة إلى هذا مركا لبدي قبل الحاجة وكعد وحالي هذاي متها النسبة إلى هذا هذاي اللي بكسر ريان ثلثا ما ترك وحكت قال صدق ما يلون ضبع آية قدام بيسه قبلها ولا عليه قبله هذي لا أقول هذاي قيثا لا أقول هذاي سورة ندم قيثا لا أقول هذاي لبدي ولا له إنه يكسي حكسنا مركا لبوا ولا لبى قبل هذو ميت كتبه waxay qaadanayaan qayb qaybtooda ay qaadanayaan hadii uu mid kaliya ka tago nisbay qaadan hadii wax saddex ka sareeyo sidii kan ka sii qaadana qaybsanaya yusikum allah fi awladikum lidhakari qofka labu xaa usugnaaday mithl hadd al unsayayn labada dadig dheeftood oo labu u dhigma fa in kunna hadayhi gabdhahaasi nisaan فيكون هذه النساء قبله فوق سنتين اللي بكسر رأيه فلهن وحوصنا هذه ثلثة ما تركه وحكته جيد صدح ماله الضبع لما قبله هذه النوالا لها إلا مليهن وإن كانت واحدة هل ميلا هذيتها فله وحوصنا هذه النسو نسبة وحوصنا هذه نسكة وحي كسوها لي قرابة دي سكاله أو رقعة يا قادنا ولي أبي ويه قفك ميت كان لما دي سابة آيادنا وقرابتي إسلا شيء آيات الدنبنا ومشاهرتي زوج نبدي يدك إشكور سري وين ولي أبا ويه ميت كأبيه هو يدي وحاوصون هذا لكل واحد مد والبع ومنهم على بضل كمدة أسدس لحمال أدمال مما كي كمدة ترك أكتغي كان له ولد هدو الملايين إن كان له ولد هدو الملايين أبيه هو يدي ميت كي هدي دحليان بيت كنا أو الملاية أو عرور ليها متبسدس مقادناي عرورة أنتي كلي قادناي ولي أبا ويه ميت كأبيه هو يدي وحاصون هذا لكل واحد المدول بأمين ما كمدا أسدس اللي حمل هذا مال أو مما كي كمدا ترك أو كتري ميتكو إن كان له ولد المها دو أصون هذا فإن لم يكن هدول أصون هذا له ميت كدنتي ولد المها دان أصون هذا أو ورثه أي دحليان أبواه أبيه هو يدي فليمه هو يدي وحاوصنا الثلث 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 بحاوصنا ما كأنتي كالوحا قادا وذاتك با قادا هو يدي ثلث بحاوصنا حوله كالوحا صدح ملوغ مال بحاوصنا انت كالوحا قادا فإن لم يكن هدان وصنا لهم ميت ولد المه وأبيه هو يدي دحليان وورثه أي دحليان أبواه أبيه هو يدي فليمه وحاوصنا الثلث صدح ملوغ مال فإن كان له إخوة ولا لحدي أوليه إن كان له دوس إخوة ولا له فلأمه وحاوصنا لأسجس الإعمال والمال من بعد وصية تردار كذب إنت اللي أوفيه تردار كاسو يسوء تردار من بها تردار أو الدين من بعد الدين ولا لوليه إن كذب إنت ولا له ويدي وحي قادا سجس ويشري وكر وحال إله حجم نقصان ويؤو ثلث إنت كك حيان يسجس كيين مركا لكن وانتي دردارك لفليي اما دينك لبحين بركا ماشا وحالة سهر ريسية دردارك لكن وحالة اسكرها عسانية دينك اللهار بحين بركا ورد دينك اللهار بحين والسيادة كوحيجي لحكي باكوحيجي والسيادة وحاشر ديني ثلث طايا حوالا صدح مالون مركا الوارد غمال كبضا ما دردار مكانا بركا وحالة والسيادة لو سهر اما ديب العلماء دو الهدين والسيادة عدوها للمال دينك النكي له بهالك انتاقن دين كان نكيل لها بهالك تاني، والسيادة ما دام عدو تاني ساكرين، يد مهمة ده الله سيوي، فإن كان هاد أصون هذه لهم ميت كإخوة ولا له، فاليوم هو يد وحاصون هذه السدس لحمارات مال من بعد وصية دردارك أنت اللي فلي يكذب، دردارك هاسو يسيم ميت كو دردار من بها وصيانا أو من بعد الدين دين كنت اللي يكذب، آباؤكم آبيوهم إيه وأبناؤكم عروتين لا تدرون مؤمنين أيهم قاضي أقرب دولكم إذنك نفعا حقا واحترك فريضة فرد وي لحالك النوع عاسي ومن الله كآل أيضو حيث المامن شاء جاهلي جاهلي جيبا روح المركو دينتو يعرور تيسون بيد حسين تيرين أبوه أبكم الله بكا وحالين أبها دحالك وحالله صدر ويل كاقي يا أبها كقوة احترون مكالا وقيد إنو أبها كقوة احترون يهبا كمذا marka wiilkaaga saasan arurtaada lagu deynaynin abii wax laga siin
أباه سورجل إنه كذا واحد تروني أباكم أبيوجني وأبناؤكم عروتي النويلة فينا لا تدرون ما أجدين أيكم قاضي أقرب الدو لكم إذا كنا فعن حاجة واحد ترك الدو مركا جاهل ما دام عروت الحسينين أو أذى أين الحسينين بوا حلاليه عروت الحال كسينين يا أبيهنا القديم كثين مت كوا احترون قرن ما كان بكو في عم بالقيامة فريضة واجب ويؤمن الله ألا حق سكاهاتي إن الله ألا كان وفاهد عليما كي حكيما وفلسا إله حكمة ديسة سيدا وحكا لدحسيه إسهو جاهل وأين ذاتك لدحسيني آيات دا سهر وحي أحي ذاتك إستالي والدك ذاتك لدحال قولي آيات دا نوابور كي ذاتك إسمه استدي ولكم حيدي سبنا دي فقيو نسو ما شيء كالبتكي ترك أي كتجن أزواجكم حاسسين إن لم يكن لهن هذون أسقنان ولد إلمه أين الحين قبلها هاس فإن كان هذو أسقني لهن قبلها ولد إلمه فلكم حايدين سقنا ذي الربع أفر ميلود ميل مما تركنا قبله وحي كتجن من بعد وصية دردار كذب يسينا قبلها أي دردار من بها وصينا أو دين من بعد دين قفك نك حاسكي سردين تيو هذين إلمه الحين حول هذين نسبات غادنيسا هذين الملهين هذين الملهين ذهينا خبع بات غادنيسا المها أما يسوى هذا لو أما عيدك له هذا شو وين يجوا ده شو أما يسوى هذا لو أما عيدك له هذا مر بهذا الملهين هوا ولكم حيدين سورة نسوا ما تركها وحقو كتجي قال كي أزواجكم حاسس كي إنه أي كتجين ولكم فرجيو حيدين سورة نسو ما شيء كالبرك ترك أي كتغان أزواجكم حاسسكين إن لم يكن هدون أسقنان لهن حاسسك ولد إلمه وإن كان هدوس فإن كان هدو أسقنان لهن قبلها ولد إلمه فلكم الربع ربع بائدين سقنادي مما كي تركنا أي كتغان ولو إلمه أنك لبهرد عليه وقورما من بعد تنفيق من بعد وصية دردارك إنتي لفلي كذب دردارك أسو يوسين أي دردارمين قبله في هذا الدارك أو دين من بعد الدين دين كنت اللي بحي يكذبه ولو أن قبله وحاوصه ناضي الربع أفرميلوه ميل مما كي تركتم إذنك أتكتكتين إن لم يكن هدون أسقنان لكم إذنك ولد إلمه فإن كان لكم إلمه هدو إذنك ناضي إن كان لكم ولد إلمه هدو إذنك ناضي فلهم الناس ثمون سيديد ميلوه ميل بيليهم مما كي تركتم أتكتكتين من بعد وصية دردارا كتب توصون أدردارتين بها وصية أو دين المهاسي أدلي ذهي أم يظهر لش أمين ذلك مربع ذات الملاذ يظهر لش أمين ذلك ولهن قبله وحوصنا مما كي تركتم أتكتكتين إن لم يكن هدون أسنا لكم إذنك ولد إلمه فإن كان لكم ولد إلمه هدون إذن سكنا قبرك لبهر لش فلهن نسمون سيديد ميلوت ميل بيلا ذهي قبره مما كي تركتم أتكتكتين من بعد وصية دردارا كذب توصل على دردارتين بها وصية أو دين دين كذب وإن كان هديوية رجل قف يرسو كيلة دحل كلالة قبل الغد حالي وأنه ويهي أو امرأة قف دمر كلالة الغد حالي ولو حن ليها أخ ولا الننأ أو أخت ولا القبرة فلكل واحد مدول بوحاوسنا منهم على مدول كمدة السجس يعملوا دمال قفك كلالة وحالينا وقفك وحور دلي وحي دلي من الدحلين الصوالي قبلا بالي قبلا وحور دلي يوحي إساق دلي من الدحلين قفك النوع عاصة ويل بولي هو لالكي أما قول ولاشي ويل كوحو قادا سدس قولنا سدس بي قادا وإن كان هدوية هاي فجلن يورث كيل النحل كلارة قبلا لغل حالي أو امرأة قف دمرة ولهنا وحاوسنا ذلك كلارة أخ ولا النن أه أخت ولا القبرة فلكل واحد مد والبو حوصنا منه على مدوث كمدة بالأركو أسجس لحمالاتهم فإن كانوا هديهين أكثر أخوة كبدا ولد أموي من ذلك أرنتها كبدا فهم يوم شركاء وحي وداغي في ثلث من وداغي هدي قف كليا كبدا يهين رقيا الدمر مكا لبسنا يعني مركا ولد أمكو لحالك وحي عبدا مكوخي لابسنيا هايو هو يددو إلا نحليا kay ugu soo dhawaadeen ay dhalka ugu soo dhawaadeen way la dhaxlay wiil iyo gabadhna way siman yihiin
ما كلا بدنا فإن كانوا هديهن أكثر قوة كبدا من ذلك متك مت قوة كبدا فهم شركاء ووداج في ثلثي سدح ملود مال من بعد وصية دردارا كذب يصال الدردار مي بها وصية أو دين من بعد دين غير مضار قفك دردار مي وصية قوة كل بيع أدون أهين غير مضار قفك صوت دردار غير مضارر بمعنى غير مضار قوة كل بغير حالية وصية هو حوية دد أن وصية بوجود ثلث إنك بدن دردار مي أما دد كده حال كيس لها بوكلا بدن oo qayb kamid u dardaaran ama waxa weeye una dhibaato cidna u geysan way qeyr mudari tuwasina waa ism faa'il mudarrin way mudarrin qeyr mudarrin ku dhibi qeyrki wayan waa inuu yahay wasiyad waa inuu yahay xaq dardaaran wasiyatan dardaaran way oo min Allah ila xaqisa kaas dardaaran ka xaq alti kaata waa sida wax u dhaxla way sida wax u qaybsada way qofna qof kale xaqiisa yuuna qaadan dig desido isu si wasideen wasiyatan dardaran wayo min Allah ila xaqiisa ka ah wallahu alla alim wa ogihay halimu dulqaad badan yahay ilaa dulqaadkiisa waxa kamida wixii dambi oo inaga dhaca oo inaanu qasin weyno dulqaad wixii inaga dhacay inu ognahayna waa inaan kays qafasana way tilka hududullah tilka taala soo sheegay ee dhalka ah hududullah ilaahi sharciisi way إلهي حدي وشرعي رأول لقيوين ومن يطع الله على قفك أضيعه حد داقاته ورسوله ورسول كيسا أضيعه يدخله ألوك لجنات جنوين تجري أي سعطة من تحتها وستيد ألا نهاره من تحتها من تحت قصورها واشجارها جيده هذا يداره هذا وستيد ألا نهاره وديا خالدين فهو كواريا الله وحوينه شهري حكمك على صوت شهري وحدي شرعي الله وحديوين حد ووح ميل لساري وين وحد يالله شاقي قفك الله أضيعه حد داقاته أو كل نغمة وأهل جمل تلك تاس حدود الله الله حدي سوى شرعي سوى حديي ومن يطيع الله الله قفك أضيعه ورسوله ورسول كيس أضيعه يدخله الله وحوق لجنات جنوين تجري أي سعطه من تحتها هوسته من تحت قصورها وأسيارها جيده الدارد هوسته الانهار واديا خالدين فيها والكواري وذلك السداسنا الفوز قول وي والليبان العليم اوي انه قفكو جنة قال او نار كبد بالي والليبان وي قفك النار تكبد بالي جنة قالي واكي ومن يعصي الله الله قفك عاسي حدود كل قموايا الله ورسوله ورسول الله عاسي ويعد ويتعدى طلابه حدوده الله حدودي ستلابه يدخله الله وقلن نار النار بوغل خالد فيها وكواري ومن يعصي الله الله قفك عاصية الله قفك عاصية ورسوله ورسول كيس عاصية ويتعدى كالتلابة حدوده ألا حد كيس شرعي كالتلابة وصيد الدون إساقو أردغمة يدخله ألا وحوغل نار النار بوغل خالدين فيها وكواري أما خالد فيها وكواري نكاس وعام ومنت وعام مالك قفك صيدا يلوه خالد فيها وكواري ولو حواري عذاب عذاب مهين ودلية عذاب كمركو قفكو قالوا وان عذوقا أرحمين ودلوبي مهين ودلية الله سبحانه وتعالى